حضورنا الكريم يا ليت اللي يحب يجلس على الكراسي في اماكن كثير فاضيه فحياكم الله مسهله. تفضلوا عشان نتم ونكون مع بعض ونطلع بابهى حله في هذه الاحتفاليه بكم باذن الله تعالى. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعيد بان اليوم ذكرى لي له عباده سجود وازكى صلاتي عن نبي الموالي، من بعدها يا مرحبا زود في زود بني من اللي فوق روس المعالي، يا مرحبا ترحيب تن نورها سنود، ترحيب تن مثل الجراح الزلالي، ترحيب تن ممزوجه بعنبر وعود وفنجال بن مبخرات الدلالي، فنجال بن مبخرات الدلالي. صحت ايام. بسم الله بسم الله نبدا، بسم الله نسير، والى الله المنتهى والى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. وبعد، سعادة عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة راعي حفل ختامنا، الضيوف الأعزاء، الفنانين الكرام، عشاق الخشبة السمراء، إعلاميين، مسرحيين، جمعنا الكريم، سلام من المولى عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير في هذا المساء الجميل وبتواجدكم الأجمل من الجميل. مساؤكم يستفيق من ثغركم الوضاء نورا وبهجة، مساؤكم يضفي لليلتكم هذه عبق الجمال والروعة، مساؤكم مسرح، مساؤكم مسرح ينبض بالإبداع على مر الأزمنة، مساؤكم أزاهير فخر يفوح شذاها في زوايا كل الأمكنة، مساءكم أخيرا كأنتم ويا لجمالكم. فتحية لهذا الحضور الرائع، وأهلا وسهلا بكم، وأقول سلام ملف واد حلكم عود، يبايع المسك يوصلكم، يا خوتي أبد ما غنى عنكم، ولو خيروني ما أبى عنكم. سلام ملف واد حلكم عود، يبايع المسك يوصلكم، يا خوتي أبد ما غنى عنكم، ولو خيروني ما أبى عنكم. يعطيك العافية. فنقول بداية أهلا بقلوبنا قبل حروفنا، بكل فخر بكل عزة نضيء سماء الأمل فرحة لوجودكم بيننا، فيا هلا بألف ألف ثم أتبعها بألف ألف بألف الألف متصلي، فأهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفنا حضورنا الأكارم. جهود تكاتفت، عطاءات تناغمت، أياد بدلت وسواعد شمرت، وأفكارا ترجمت لتسطر هذا الجمال وهذا العرس المسرحي الذي احتضنته هذه المدينة الجميلة. مهرجان سندان لمسرح الشارع بالتعاون مع فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، هذا المهرجان الذي سطرت حكاياته منذ 17 أبريل، امتدت تفاصيل هذه الحكاية، وصلنا إلى اليوم الختامي لهذه الحكاية. تغلغلت في ثنايا هذه الحكاية حكايات بسيطة سطرت على جنبات هذا الشارع، كنتم أنتم الرقم الصعب في هذه الحكايات. بعد ذلك استمتعنا بكل الجمال الذي نثر على هذه الشوارع في هذا الأسبوع المسرحي. لن أطيل عليكم، سأدع الكلمة تنطق باسم المنظمين لهذا المهرجان الرائع، وعليه ندعو الفاضل محمد بن حمد السيابي مدير العمليات في مدينة سندان لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. تحية له وأهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة راعي حفل ختام مهرجان سندان لمسرح الشارع، الأشقاء في فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، الجمهور الكريم، عشاق المسرح والفن، أهلا وسهلا بكم في مدينة سندان حفلنا الكريم. نصل اليوم إلى ختام هذا العرس المسرحي، إذ تسارع الزمن وتوالت الأحداث، فإذا بنا في خط النهاية، وكأن المدة التي قضيناها معا هي غمضة عين والتفاتتها، إلا أن هذه النهاية هي بداية جديدة، بداية تتزامن مع رؤية عمان 2040
في دعم الطاقات الشبابية العمانية ومواصلة لمشوار خطة الصناعات الإبداعية المتزامنة مع رؤية عمان 2040. حفلنا الكريم جاءت اتفاقية التعاون بين مدينة سندانة وفرقة مسرح الدن للثقافة والفن لتعزز تلك الرؤى وتساهم في نجاح الرؤية العامة للسلطنة التي تسير بقيادة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله تعالى ورعاه. حفلنا الكريم تضم مدينة سندان العديد من المراكز الشبابية، ففي قطاع التعليم منصة أسهل التعليمية، وفي القطاع الشبابي مركز مناظرات عمان، وفي القطاع الثقافي الأشقاء من فرقة مسرح الدن للثقافة والفن. ولدينا عدد من الأنشطة التجارية وريادة الأعمال وعدد من المشاريع العمانية الرائدة في قطاع عالم السيارات وعالم البناء وغيرها من المشاريع الأخرى، إذ تعمل مدينة سندان على توفير الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الشباب العماني في القطاعات المختلفة وصولا بهم إلى مراحل متقدمة. حفلنا الكريم نحن اليوم نختتم مهرجان سندان لمسرح الشارع الذي أستطيع أن أقول عنه أنه أحد أهم التظاهرات الثقافية التي ظهرت على الساحة خلال هذه الفترة. وكما تعلمون وهو كما تعلمون نتاج الشراكة بين مدينة سندان وفرقة مسرح الدن للثقافة والفن، وتكمن أهميته في كونه أن أتاح التنافس ل17 عرضا مسرحية تضم أكثر من 170 شابا وشابة من شباب هذا الوطن المعطاء، كما أنه أتاح الفرصة لأكثر من 50 شابا من شباب فرقة مسرح الدن لإدارة وتنظيم هذا المهرجان. وما هذه الأعداد إلا إشارة إلى أن مدينة سندان هي حاضنة للشباب في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية والتجارية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة راعي حفل ختام مهرجان سندان لمسرح الشارع، وجزيل الشكر للشريك الثقافي لمدينة سندان فرقة مسرح الدن للثقافة والفن على تعاونهم في إنجاح هذه التظاهرة المسرحية، وجزيل الشكر للفرق المسرحية المشاركة في المهرجان. ولا أنسى أن أشكر الجمهور الغفير الذي أثرى ليالي المهرجان وشرف سندان بحضوره، آملا أن نلتقي بكم في محافل أخرى هنا في سندان حيث تنجز الأعمال. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. الشكر لك الفاضل محمد بن حمد السيابي مدير العمليات في مدينة سندان. أحلامنا في كل مساء وصباح تهدينا بهجة الأمل، وجميل أن نلتقي في هذا المساء بقلوب تهديك بياضها وترافقك بابتسامتها لتعلمك الحياة وقيمتها. خلال هذا الأسبوع جمعنا شارع حمل الكثير من الإبداع والجمال، نظر بكل الروعة، شهدنا عليه شخصيات جميلة سطر فيه الرائعون عليه الرائعون أروع اللحظات. ضحكنا، بكينا، استمتعت قلوبنا، اتقدت عقولنا، صنعتم عليه نبضة ما بعد الجمال. هذه الحكاية التي امتدت منذ 17 من إبريل نبضت بتفاصيلها الجميلة خلال أيام هذا الأسبوع حتى وصلت بنا إلى هنا لنتطلع إلى هناك، إلى حيث لنرى إلا أنتم وجمالكم
وروعة بهائكم بجميل تفاصيل حكاياتكم، فهنيئا لكم وهنيئا لنا بكم. نصل الآن في المحطة القادمة إلى كلمة الشريك الثقافي والمتعاون في إنجاح هذا المهرجان، فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، وعليه مع التحية ندعو رئيس فرقة مسرح الدن للثقافة والفن الأستاذ محمد بن سالم النبهاني لإلقاء كلمته. تفضل. السلام عليكم. أسعد الله مساكم ومرحبا بكم، وسعيد جدا بداية بهذه الشراكة. أرحب بسعادة راعي الحفل حافظ بن باطنة. يمكن الكلمة اللي لازم نقولها اليوم ونأكد عليها في ختامها مهرجان سندان لمسرح الشارع، أن الحكاية ما زالت مستمرة، أن العمل ما زال مستمر، دام هناك ناس تثق بالشاب العماني والفكر العماني والمسرح العماني، وأمثال هذا أو أمثال هذه الثقة لقيتها في مدينة سندان، لهم كل الشكر والتقدير على رعايتهم لهذا المهرجان. ونتأمل أن يرى هذا النور أو يرى هذا المهرجان النور في دورات قادمة إن شاء الله، وهذا طلب رسمي يمكن نقدمه الآن للأستاذ محمد. يتأمل هذا المهرجان أو هذا الجمهور أن يرى نسخة قادمة لهذا المهرجان بمختلف تعدده إن شاء الله. أيضا الشكر للجمهور الكريم اللي تعنى واللي بذل كل هذا الوقت، يمكن بذل كل هذه المسافة الطويلة حتى يشاهد عروض مسرح شارع مختلفة متنوعة، حكايات شارع تنوعت بين أفكار محلية، أفكار عاصرت أو نقول لامست الحكومة العربية. من هذا المكان، من هذه النقطة، نقول أنه مسرح الشارع ينطلق منكم ويبدأ بكم وينطلق إلى ما هو أبعد إن شاء الله. أحب أن أؤكد على نقطة مهمة أيضا، اللي اشتغلوا خلف الكواليس لهم كل الشكر والتقدير، 50 شاب وشابة لهم كل التقدير والشكر والامتنان على ما قدموا لي هذا المهرجان. أيضا للإعلاميين بداية من الصحف المحلية، التلفزيون، قناة الجزيرة، قناة سوريا الإخبارية، أيضا قنوات التلفزيون سلطنة عمان، قناة عمان الثقافية، الأخوة في وكالة الأنباء، للكل، لجميع اللي حضروا معنا هنا لهم كل الشكر والتقدير. المسرح يستمر بشغف الشباب، بإيمان المسؤولين أيضا بأهمية أن يرى الشاب العماني من يقف إلى جانبه، سواء كان في المسرح أو في جهات العمل أو في مختلف الجهات. لاحظنا يمكن أو لامسنا كلنا الحكايات اللي سطرت خلال الأيام الماضية، كلها لامست هموم الشاب العماني، متطلبات الشاب العماني. أعتقد أن من يقترب من الشاب العماني ويلامس اهتماماته سيصل بهذا البلد وهذا الفكر الثقافي إلى ما هو أبعد إن شاء الله. شكرا للجميع، وإن شاء الله دائما القادم أقبل. وختاما نقولكم إن شاء الله سندان دائما مساندة لكل فكر متقدم، لكل فكر ثقافي يقدم فكر متقدم متطلع لما هو قادم إن شاء الله. شكرا للجميع، وشكرا لسعادة راعي الحفل، وفي الملتقى إن شاء الله. شكرا للجميع. والشكر أيضا لفرقة مسرح الدن ورئيس فرقة مسرح الدن الأستاذ محمد بن سالم النبهاني. ويا هلا بالضيوف وبالحضور وكل من هو نور الحفل، يا هلا. وكان ما يكفي العطر هذا والبخور، يكفي ان قلوبنا مليان تنحبو غلا. يا هلا مليون والصوت اعتلى، كل من نور مسانا وزاد النور نور، قهوته حب وتراحيبنا تمر وحلا. قهوته حب وتراحيبنا تمر وحلا. نقول اليوم لغد أجمل بإذن الله تعالى. في هذا اليوم اجتمعنا لنقول شكرا، ولنبعثها حبا ونترجمها فخرا. فشكرا لمعنى الأمل، شكرا لروح العمل، شكرا لكل تفاصيل الحكاية، شكرا لشعلة البداية، شكرا ثم شكرا ثم شكرا إلى ما لا نهاية. نصل الآن عندما يقال الشيء بالشيء يذكر وثمار الجهد تتبعثر، نصل إلى هذه المحطة في لحظة تكريم من يستحقون التكريم، وفي اللحظة التي يترقبها الجميع في إعلان نتائج هذا المهرجان بإذن الله تعالى. وعليه ندعو سعادة عيسى بن حمد العزري راعي هذه الاحتفالية، ويرافقه الأستاذ محمد بن سالم النبهاني لبداية التكريم. تفضل. الأستاذ محمد السيابي
مدير العمليات في مدينة سنتا. تفضل. قبل التكريم نستأذنكم كل المنظمين يحضروا على هذه المنصة لأخذ صورة تذكارية مع راعي هذه الاحتفالية سريعا. فضلا جميع المنظمين لهذا المهرجان حياكم الله على هذه المنصة لأخذ صورة تذكارية سريعا. طبعا كل من ساهم، من نبض، من أعطى من وقته وجهده في هذا المهرجان، شكرا بحجم السماء على روعتكم وعطائكم وهائكم وهذا الألق الذي دائما ما تنبضون به. تحية لكم، ويستحقون أروع من هذه التحية. الفنانين والإعلاميين الذين دائما ما يكونون خطوة بخطوة مع فرقة مسرح الدن في مهرجاناتهم. أنا لازم أكون في السندان، في هذا المهرجان بالأخص مهرجان سندان لمسرح الشارع. فتحية من القلب لكل من ينبض بالمسرح ويحب المسرح ويدعم المسرح، وأمنياتنا لكم بالتوفيق دائما وأبدا. نبدأ بالفنان القدير طالب محمد البلوشي. تحية له، وشكرا لك على كل الجهود التي تبذل من أجل المسرح. التحية القادمة للفنانة القديرة أمينة عبد الرسول. تحية لها. شكرا للفنانة أمينة عبد الرسول على حفاوة حضورها الدائم. محمود. التحية القادمة للدكتور عبد العزيز الغريبي. تحية له، وشكرا لحضورك الدائم وهذه الحفاوة التي أنت دائما تشعلنا بها. عالقوا في الحكايا نصوص السماء، السؤال
أيضا تحية شكر أخرى مغلفة بكل الحب للكاتب معاوية غواحي. تحية للكاتب معاوية وشكرا لحضورك في فعاليتنا وإضافتك كمان لهذا الجمال. التحية القادمة للجميل الذي دائما ما يشرفنا بحضوره الفنان ناجي الحبيشي. شكرا للفنان ناجي الحبيشي مترقب لمثل هذه المهرجانات ومتابع ومتعطش دائما للمسرح. شكرا لهذه الحفاوة وهذا الحضور. الشكر القادم للفنان ابو حميد عبد الله الغافري. تحية له. شكرا لك فنان القدير وشكرا على كل ما تصنعه من بسمة على وجوه من يحتاجون لهذه اللحظات المبهجة. التحية القادمة لإعلامي عامر الأنصاري من جريدة عمان. تحية له وشكرا لكم على تواجدكم وتغطياتكم الرائعة. تحية. القادم نقول كل الحب أيضا لجريدة الرؤية من يمثل جريدة الرؤية. شكرا لحضوركم وتغطياتكم المميزة. وأيضا تحية لجريدة الشبيبة. شكرا لجريدة الشبيبة على تواجدهم وعلى تغطياتهم المتميزة وحضورهم الملفت في مثل هذه الفعاليات وهذه المهرجان. شكرا لك. أيضا التحية القادمة لقناة عمان الثقافية. شكرا وتحية لكم من يمثل القناة. فاضل عبد الله عامر الوهي أهلا بك وتحية لكم. شكرا لتواجدكم وحفاوة حضوركم. التحية القادمة لوكالة الأنباء العمانية. تحية لهم. من يمثل وكالة؟ أستاذنا وكالة الأنباء العمانية. التحية القادمة للإعلامي سومر العلي من القناة الإخبارية السورية. شكرا جزيلا بعمق السماء على هذا التواجد وعلى هذه التغطية وعلى نقلكم صوت مسرح الشارع في مدينة سندان إلى الدول العربية. شكرا لكم. أما الآن وقفة خاصة وشكر خاص وتكريم خاص لشخص بذل للمسرح العماني ولا زال يبذل لهذا المسرح الكثير والكثير. هو أيقونة من أيقوناته، ضوء يسير عليه المسرح كلما أضاء وإن انطفى وهو نادر ما ينطفي. هو يستحق كل الشكر والتحية والتكريم. هذا التكريم مجرد همسة حب وشكر وعرفان ووفاء له وهمسة لنقول له استمر ونحن من خلفك سائرون. تحية لهذه الشخصية المسرحية الفذة الأستاذ من محمد بن سالم النبهاني. تحية له. طبعا هو ما عنده علم في أي شيء، هذه بمثابة مفاجأة له ويستحق كل التحية والتكريم. أزيح الغبار في كل حتة
أيضا قبل أن ننتقل إلى اللحظات الفارقة في هذا المهرجان ولحظات الحسم وتسارع دقات القلوب، دعونا نشكر راعي هذه الاحتفالية سعادة عيسى بن حمد العزري على حفاوة هذا التواجد وتعنيه لمشاق الطريق وحضوره لنا في هذه الاحتفالية. شكرا، وهدية مقدمة من مدينة سندان لراعي هذه الاحتفالية، تحية لك. أما الآن نريدكم أنتم أن تكونوا أكثر شعلة ونشاطا لنحيي معا من وقفوا على تفاصيل هذه الحكاية ومن يترقبهم الجميع بعين ثاقبة لينتظروا النتيجة. نحيي لجنة تحكيم مهرجان مسرح الشارع في مدينة سندان. نبدأ بالفنان إدريس النبهاني، تحية له. هذه التحية ما تليق بالرقم الصعب في هذا المهرجان، نريد أروع من هذه التحية. الفنان، التحية القادمة للجميل الفنان محمد الهنائي، تحية له. رئيس لجنة التحكيم إدريس النبهاني وعضو لجنة التحكيم محمد الهنائي، تفضل. التحية القادمة للفنان الجميل الذي دائما ما نستمتع بمداخلاته الشرسة والجميلة والفكاهية، الفنان عبد الحكيم الصالحي، تحية له. ندعو لجنة التحكيم، مطلوبين طلب عاقل، ليش رجعتوا إلى أماكنكم؟ الناس تنتظركم بلهفة وشوق، فحياكم على هذه المنصة لتسارع وتخففوا من نبضات هذه القلوب. وقبل ذلك نبقى مع بيان وتوصيات اللجنة في هذا المهرجان، يلقيها علينا الفنان إدريس النبهاني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً هو بروتوكول يعني متعارف عليه، ما نود إن إحنا نطول عليكم كثير، لكن اسمحوا لنا دقائق بسيطة. بعد ما واحد أقول شيء صبر علي. لا عادي عادي. البعيد ما يسمع. مو ها عن بعد. سلام. صبرت ورد. تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان لجنة التحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لرب الحمد المتفضل بنعمه علينا بشهر البركة والرحمة والمغفرة، رمضان الخير والسلام، والصلاة على من صلت عليه السماوات والأرض ومن فيهن، محمد رسول الرحمة والوئام، سعادة عيسى بن حمد العزري المحترم محافظ محافظة جنوب الباطنة، رعي حفل ختام مهرجان سندان لمسرح الشارع، المجيدون بأرواحهم الطواقة لسماوات الألق المسرحي من مبدعين ومبدعات، الحاضرون بدعمهم حاملوا رسالة الفن في سلطنة عمان من فنانين وفنانات، رفاق الجمال المسرحي من أصدقاء وصديقات، سلام الروح للأرواح نسجي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، انعقد مهرجان سندان لمسرح الشارع بتنظيم من مدينة سندان بالتعاون مع فرقة مسرح الدن للثقافة والفن في دورته الأولى خلال الفترة من 15 وحتى 20 من شهر رمضان المبارك من عام 43 و400 و1000 للهجرة،
الموافق له من 17 وحتى 22 من شهر إبريل من العام 22 بعد 2000 في مدينة السندان. وإذ تشيد لجنة التحكيم بنجاح التنظيم لهذا المهرجان فإنها تتقدم بخالص الشكر والتقدير للمنظمين لسعيهم الحثيث والدائم لإنجاح فعاليات هذا المهرجان، مؤكدين على أهمية استمرارية دوراته في قادم السنوات، ترسيخا للشراكة الحقيقية والمأمولة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، دعما للحراك الثقافي والفني في سلطنة عمان. لقد تشكلت لجنة التحكيم من كل من الفنان إدريس النبهاني رئيسا للجنة، الكاتب والمخرج محمد خلفان عضوا، الفنان عبد الحكيم الصالحي عضوا، حيث باشرت اللجنة أعمالها بالإطلاع على عدد المتقدمين للمشاركة في المهرجان من الفرق المسرحية المحترفة التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والفرق المسرحية الجامعية والفرق المسرحية الشبابية، والتي بلغ عددها الأولي 22 عملا مسرحيا، والذي استقر نهائيا على عدد 17 عملا تم قراءة نصوصها. واجتمعت اللجنة 6 مرات بهدف وضع معايير محددة لتقييم العروض المسرحية المشاركة من خلال تصميم استمارة تقييم بما يراعي خصوصية مسرح الشارع كنوع وشكل مسرحي مستقل تضع الشارع ورواده محورا أساسيا في العملية المسرحية، ناظرين إلى مدى تحقيقها لأهداف مسرح الشارع وإلى عناصر العرض المسرحي المعروفة نظرة نقدية موضوعية. وخصصت اللجنة جزءا من اجتماعاتها لتحديد الفائزين بجوائز المهرجان. وإذ تؤكد اللجنة على أن مسرح الشارع هو مرآة الحقيقة بما تحمله مجتمعاتنا من صراعات وتحديات، نطرحها بعفويتها وحيويتها على أرصفتنا الحياتية بكل ما تحمله من متضادات، من حزن وفرح، بكاء وضحك، تشاؤم وتفاؤل، فإنها واستنباطا من مشاهداتها اليومية للعروض المختلفة توصي بالتالي: أولا، ضرورة استمرارية القطاع الخاص في تبني ورعاية الفعاليات الثقافية والفنية والشبابية التي تسهم في نشوء حراك تنموي معرفي يساعد في التنمية البشرية المواكبة لثقافة العصر الحديث في سلطنة عمان. ثانيا، أهمية أن تقتدي باقي مؤسسات القطاع الخاص والعام بالنموذج الإيجابي الذي انتهجته مدينة السندان في دعم هذا المهرجان الذي أفرد للطاقات الإبداعية من شباب الوطن مساحة ساعدتهم بشكل مباشر لتقديم إبداعهم وإيصال رسائلهم ورصد همومهم ورؤاهم للوطن، داعين ممثلي القطاع الخاص والعام في سلطنة عمان لتبني هذا التوجه احتواء للطاقات الشبابية المبدعة وتوجيهها التوجيه الإيجابي المسهم في بناء وتنمية الوطن في جميع المجالات. ثالثا، ضرورة أن تتبنى الجهات المعنية بالحراك المسرحي نموذجا دائرة المسرح والسينما في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك الفرق المسرحية وأقسام الأنشطة بالجامعات والأندية، تقديم ورش تطويرية في مجال التعريف بمسرح الشارع وآلية الاشتغال عليه تأليفا وإخراجا وتمثيلا. رابعا، توصي اللجنة بأهمية الالتفات بشكل كبير للقضايا المعاصرة والملامسة لروح الشارع والمجتمع بشكل مباشر لطرحها من خلال العروض المقدمة. خامسا، لاحظت اللجنة تقديم بعض العروض المسرحية باللغة العربية الفصحى، وتوصي بالاقتراب من لغة الشارع البسيطة التي يتفاعل معها الإنسان لكونها تعكس لغة واقعه بصورة أصدق وأعمق وأبلغ في إيصال رسالته. سادسا، لاحظت اللجنة قيام بعض الفرق بنقل عروض مسرحية من إطار مسرح العلبة إلى مسرح الشارع دون الاشتغال على بلورتها وتكييفها لتكون موائمة لأسس مسرح الشارع. وهنا نؤكد على أهمية الوعي في الفصل بين الأفكار المسرحية المقدمة في مسرح الشارع وما سواه من أنواع المسرح الأخرى.
سابعا، لاحظت اللجنة في بعض العروض المقدمة المبالغة في الحركة التمثيلية، مما قد يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المباشر للممثل وللجمهور الحاضر القريب جدا من فضاء العرض، والذي في الأساس هو جزء رئيس في العرض. ثامنا، تشيد اللجنة بالحضور المميز والقوي للعنصر النسائي في المهرجان تأليفا وإخراجا وتمثيلا، مما ينبئ ويبشر بجيل مسرحي نسائي سيكون له حضوره البارز والمؤثر في الحراك المسرحي العماني المستقبلي، مشجعين إياهن على أهمية الاستمرار والديمومة. تاسعا، تشيد اللجنة بحضور الأطفال كممثلين في العروض المقدمة، وهو ما يعكس بشكل حقيقي صورة الشارع بجميع فئاته ومكوناته الإنسانية. وفي الأخير، تدعو اللجنة القائمين على المهرجان والداعمين له إلى استمراريته بشكله وروحه وتثبيت إقامته في موعد ثابت خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لما حققه هذا المهرجان من نجاح منقطع النظير، لكونه أصبح مزارا رمضانيا لإحياء ليالي رمضان في جو مفعم بالمحبة والسلام والثقافة والفن، معززا لرزنامة الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية المميزة في سلطنة عمان. ختاما نقول، يبقى الشارع هو موسوعة حكايانا الصادقة، آلامنا، أفراحنا، بكاءنا، ضحكاتنا، همسنا، صراخنا، روحنا الشريدة في دهاليز الحياة الباحثة عن التقاطة تفاؤلية، عن امتداد ضوء، عن براءة طفل وابتسامة عجوز يتكئ عصا على قارعة رصيف، راسمين بهنا وهناك لوحة هي الروح في أرقى تجلياتها، هي الوطن في سمو رسالته، والأوطان لا وتد يؤصل رسوخها إلا الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأصبح مذيعا الآن فضل رفاق الكفاح، وندعو سعادة المحافظ تكريم الفائزين إن شاء الله وإعلان الفائز. تحية مجددة لراعي وللجنة التحكيم على هذه التوصيات الرائعة، وبإذن الله تعالى مأخوذة بعين الاعتبار لكل الفرق المشاركة وهذا الزخم الذي حدث في هذا المهرجان. نقف الآن وقفة التكريم ولحظة إعلان النتائج مع لجنة تحكيم مهرجان سندان لمسرح الشارع. نبدأ في إعلان الجوائز، وأول جائزة سيعلنها الصديق محمد خلفان. أسعد الله مساك. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. نبدأ سريعا بأولا هدايا تشجيعية من مدينة سندان مقدمة للطفلين معاذ بن سعد اليحمدي وتركي بن حمد من عرض أنفاس. هي مغلفة بكل جمال لفلذة أكباد عمان على روعتهم بهائهم، وهذا الجمال بإذن الله تعالى نراكم فنان كبار في المستقبل. تحية لهم. نبدو شوية خفيفين. جائزة لجنة التحكيم للإجادة في التمثيل ذهبت للفنان ناجي اليافعي عن دوره في مسرحية قش تفاح لفرقة التواصل المسرحية. تحية للفنان ناجي اليافعي على تميزه وتألقه في هذا المهرجان وحصوله على هذه الجائزة
وتحية أيضا لفرقة تواصل وجميع طاقم عمل هش تفاح، تحية لهم. ثالثا جائزة لجنة التحكيم للإجادة في المؤثرات الموسيقية ذهبت لعرض عندليب الشارع لفرقة الصحوة المسرحية. تحية لطاقم عمل عندليب الشارع وشكرا لكم على حضوركم الملفت والرائع والمميز في هذا المهرجان، وتحية لكم ويستحق مرة ثانية تحية، حيوهم. جائزة لجنة التحكيم للإجادة في الأداء الجماعي ذهبت لكشك فرقة مسرح الدم للثقافة والفن. عاش يا شباب، عاش عاصم. تحية مجددة لهم وشكرا لمسك الختام في هذه الأمسية المسرحية وفي هذا المهرجان المسرحي طاقم عمل هش، وتحية لكل الطاقم يستحقون أروع تحية. الآن سندخل إلى الجوائز التي يسبقها الترشيحات، نبدأ بالترشيحات ومن ثم نعلن الفائز في ذلك، ونبدأ بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. ترشح لها عرض التائهون لجماعة بصمة من الجامعة الوطنية، عرض المديون لفرقة الأمجاد المسرحية، عرض هش تفاح لفرقة تواصل المسرحية، عرض عندليب الشارع لفرقة الصحوة المسرحية، عرض الرجل الذي صار كلبا لجامعة نزوة. وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض التائهون لجماعة بصمة من الجامعة الوطنية. شكرا لمن توهونا بإبداعهم وجمالهم في هذا المهرجان، تحية لهم على حفاوة حضورهم وعلى إجادتهم وعلى نيلهم جائزة لجنة التحكيم الخاصة، يستحقون أروع تحية. دائما النقلة ثقيلة تكون معي. محظوظ. جائزة أفضل ممثلة ثانية بمعنى المركز الثاني، طبعا في منافسة قوية كانت في التمثيل سواء من بين النساء أو الشباب حقيقة، وهذا شيء مثري وهذا شيء مفرح وأحار لجنة التحكيم. ترشح لهذه الجائزة أو ترشحت لهذه الجائزة أحلام المنذرية عن دورها في مسرحية التائهون، ثريا الزكواني عن دورها في مسرحية الرجل الذي صار كلبا، شيماء البلوشية عن دورها في مسرحية المديون، وفاء الرشدية عن دورها في مسرحية أنفاس، أروى السنيدية عن دورها في مسرحية أخوان الشياطين. وفازت بهذه الجائزة. حتى الموسيقى ماشي تعال. وفازت بها شيماء البلوشية عن دورها في مسرحية المديون. تحية للفنانة
الفنانة الجميلة شيماء الجلوشية على حصولها لهذه الجائزة ولفرقة أنقال وطاقم عمل عرض المديون، تحية لها. نذهب الآن إلى جائزة أفضل ممثل ثاني ترشح لها، قصي الحارثي عن دوره في مسرحية ألوان الطيف، جعفر الناعبي عن دوره في مسرحية التائهون، حلو بعد صوت من هنا وصوت من هنا، مالك البوسعيدي عن دوره من مسرحية حارة الفنون، يوسف البريكي عن دوره في مسرحية المديون، زكريا البلوشي عن دوره في مسرحية ملعب الحارة، لو صفيتهم كلهم بارك، إبراهيم المعشري عن دوره في مسرحية التماس، سامي البوسعيدي عن دوره في مسرحية المنطقة، نواف العبيداني عن دوره في مسرحية أخوان الشياطين وفاز بها. يلا أريد أن أسمع ترشيحات. يوسف البريكي عن دوره في مسرحية المديون، قد يسأل سائل لماذا كل هذه الترشيحات؟ لأن حقيقة يعني ما رأيناه خلال هذه العروض والطاقات التمثيلية كان جدا مبشر ويدعو إلى التنافس الحقيقي بين من ترشحوا لذلك. الآن نذهب إلى جائزة أفضل ممثلة أولى ترشح لها رؤوم الفزارية وميرا الشيزاوي عن دورهما في مسرحية لمن؟ سندس الشيدي عن دورها في مسرحية التائهون، منال العلوي عن دورها في مسرحية عندليب الشارع، هاجر الرحبية عن دورها في مسرحية المنطقة، زمزم البلوشي عن دورها في مسرحية أنفاس، وفاز بها. فازت بها. وفازت بها. شكرا أستاذ. وفازت بها. هاجر الرحبية. زمزم البلوشي عن دورها في مسرحية أنفاس. زمزم البلوشي تستحقين التحية والشكر والتقدير على حضورك الملفت والمميز وحصولك على هذه الجائزة التي تنافس عليها الكثير. شكرا لك، تحية لك ولجميع طاقم عمل عرض أنفاس، تحية لهم. يا عزة يا طبعا هذه أيضا جائزة ثقيلة، جائزة أفضل ممثل أول في المهرجان. وليد ترشح لهذه الجائزة أو ترشحوا الكثيرون محمد السعيدي عن دوره في مسرحية ألوان الطيف، طالب الوهيبي عن دوره في مسرحية التائهون، سامي الجابري عن دوره في مسرحية حارة الفنون، ناجي اليافعي عن دوره في مسرحية هش تفاح، شهاب المشايخي عن دوره في مسرحية بطيخ، وليد المغيزوي عن دوره في مسرحية التماس، محمد السيابي عن دوره في مسرحية أنفاس، مازن الزجالي عن دوره في مسرحية كشك، وفاز بها. ليش وليد يعني؟ ما في غير وليد؟ وليد المغيزوي عن دوره في مسرحية التماس. يا
تحية لوليد المغيزو على هذا الروعة وهذا التميز وهذا الألق وحصوله على جائزة أفضل ممثل في هذا المهرجان. تحية له ولطاقم عمل العرض جميعا. جائزة أفضل نص مسرحي عماني ترشح لها منتصر البلوشي عن نصه التايهون، وسن الرويشدي عن نصها هش تفاح، شيخ الفجرية عن نصها عندليب الشارع، وليد المغيزوي عن نصه التماس. هين وليد راح ولا بعده؟ هترجع ولا كيف؟ انزل خلاص ما بعد ترجع والله مشكلتك انت، رجعك راحت. اذا الى شيخ الفجرية عن نصها عندليب الشارع. هي للمؤلفة شيخ الفجرية ونصها عند ديب الشارع، وأيضا تحية لفرقة الصحوة، شكرا لهم وتحية لهم. جائزة أفضل إخراج ترشح لها ماجد العوفي عن عرض ألوان الطيف، منتصر البلوشي عن عرض التائهون، عامر الوهيبي عن عرض الاشتفاح، زياد الشماخي عن عرض عندليب الشارع، خالد العبري عن عرض التماس، وفاء الراشدية عن عرض أنفاس، المعتصم الكلباني عن عرض كشك، وفاز بالجائزة خالد العبري عن عرض إخراجه لعرض التماس. نهني خالد العبري على حصوله على هذه الجائزة وأيضا جميع طاقم عمل عرض التماس وفرقة الشفق، تحية لهم ومباركين هذا الإنجاز في مهرجان سندان، شكرا لكم. جائزة أفضل عرض مسرحي ثالث، مسرحية أنفاس لفرقة المسرح الشعبي. ترى ما ترشيح هاي جاهزة مرة جاهزة. تحية مجددة لفرقة المسرح الشعبي وطاقم عمل عرض أنفاس، المؤلف عثمان الشطي والمخرجة وفاء الراشدية، كل شكر والتحية لهم. أنا أختصر المسافة وأقول أفضل عرض أول أحسن. أختصر زين خلاص ما بختصر. جائزة أفضل عرض مسرحي ثاني ذهبت الجائزة، أنا لا أطلع حطك عندك يعني فطايح واقف. ذهبت الجائزة إلى مسرحية ألوان الطيف. المؤلف محمود حيلة والمخرج ماجد العوفي، تحية لهم. ما نقول ان عندنا استراحة عشاء وبعدين نرجع على الجائزة الأولى. جائزة اي والله أفضل عرض مسرحي أول، لا نحتاج إلى ذهبت للعرض المسرحي
قالوا لا طول. كل الشيخ الحبسي بقى تروح مستعجلة. دوام أم زهير بقى تروح صح وراء درب طويل. جائزة أفضل عرض مسرحي أول للدورة الأولى لمهرجان سندان لمسرح الشارع بالتعاون مع فرقة مسرح الدل للثقافة والفن، والتي إن شاء الله ستتبعها دورات ودورات بإذن الله تعالى، ذهبت في هذه الدورة للعرض المسرحي التماس لفرقة الشباب. الرقم الصعب، الرقم الذي حاز على جائزة هذا المهرجان، طاقم عمل عرض أنفاس، تحية لهم وشكرا لحضورهم. التماس التماس وتحية لفرقة الشفق المسرحية، والشكر لكم على إثراءكم لهذا المهرجان. شكرا للكاتب وليد المغيزوي والمخرج خالد العفري على هذه الفرقة المسرحية التي رسمت في كل جمال وحب وتوجد في هذا المهرجان بالرقم الصعد والرقم واحد. تحية لكم وشكرا لهم، أروع تحية لهم.